قمر اخت صباح. قمر اخت صباح؟ ايوه قمر اخت صباح. قمر ده كانت بتلعب كره في الشارع مع الصبيان، ده بنت مدكره. طب بذمتك انا لو اخوك تعملي فيه عامله زي دي؟ تجوزيني جواز زي دي؟ مالها بنت جدعه وب 100 راجل. هو انا داخل خناقه؟ ده جواز يا سمر، جواز. ده شرطي الوحيد يا مخلص. يا اخي يا اخي حس بالنار اللي انا فيها، حس بيا. مش كفايه هسيبك تنام في حضن واحده تانيه؟ هي واحده؟ انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ انت بتعيطي ليه بس؟ يا ست الكلام اخده وعطى، انا ما قلتش مش موافق. يعني انت موافق؟ طب بس صلي على النبي يا سمر. عليه الصلاه والسلام. يا حبيبتي ده جواز، وبعدين احنا مش عايزين نجيب حاجه حلو كده وروح حلوه، ها؟ احنا لازم روح تكون مقبله كده على اللي هتجوزها. مقبله؟ مقبله ليه؟ هو احنا مش عايزين نجيب عيل وخلاص؟ وصباح، انت نسيت صباح؟ صباح اللي وقفالي في اللومه في الزور في الشغل، صباح اللي منشفه ريقي، انا سيبها. مالها صباح؟ ما هي بقت صاحبه مكتبه وراسها براسها، وانت بتقول شاطره وهنعلمها. لو نبقى سمر عشان خاطري، ده كده ظلم، حرام عليكي. عشان خاطري، عشان خاطري يوافق وريحني. انا هتجنن، ايه السر في قمر يعني؟ تكونش عشان وحشه؟ عشان تفضلي انت حلوه في نظري؟ طب عليا الطلاق بالثلاثه منك يا سمر، لو اتجوزت ملكة جمال العالم هتفضلي انت اجمل ست في حياتي. يا بنت انا بحبك، يا سمر انا بحبك ماليش غيري. وانا كمان بحبك. أنا مصدقاك، مصدقاك، وعشان الكلام الحلو ده اتجوز اللي أنت عاوزه. لا يا ست، أنا مش هتجوز غير اللي أنت اختارهولي، بس أي واحد تاني. طب إيه رأيك في سعاد؟ سعاد بنت عمتك. سعاد؟ آه. سعاد بنت عمتي؟ هو سعاد بنت عمتي دي أنت شفتها غير مرة واحدة؟ ما تقول، ولا يمكن شفتها من ورايا، ما تقول يا مخلص. حد الله ما شفت حاجة. خلاص أنا كويسة. على البركة. هو ما انزل انا بقى. انت بتعطي ليه دلوقتي؟ ما تغميش نفسك. خلاص. وريني الضحكة الحلوة بقى. ايوه كده. يعني ده اخر كلام؟ خلاص يا ست. امر امر. بابا بابا. اصحى ماما بتذاكر. ايوه ماما بتذاكر، اصحى وشوف. بتعملي ايه يا نعيمه؟ ما انا انت واد عايز ضرب الجزء. امشي يا واد نجر على اوضتك خش نايم. خليك انت بس مركزه في المذاكرات. امشي يا ولا. ايه الكتب دي؟ ما هو انا ما كنتش هخبي عليك، انا كنت هقول لك بس قلت اعملها لك مفاجاه. مفاجاه انت بتحبي بايه؟ فهميني. ما انا يا اخويا قلت اقدم في الجامعه المفتوحه زي البت قمر اخد الليسانس. فيها ايه بقى؟ عادي فيها مشكله؟ في حاجه تضايقك؟ لا ما تضايقش، دي حاجه تفقع. ويعني التعليم ده مش بفلوس؟ مش عيالك اولى بيهم دول؟ مليت يا محروس، زهقت. وبعدين انا مش اقل من اي حد هنا ماشي في الشارع بيروح على الجامعه قصاد البيت على عتبه. في ايه المشكله؟ مش احسن من الدبلون؟ دبلون بتتبطر عليه دلوقتي؟ ده انت اعلى ما في عيلتكم معاه شهاده تطعيم، هتعمل ايه بالتعليم؟ ولا حاجه يا محروس. هغير المهنه في البطاقه، بدل ما هي دبلون تبقى حاصله على بكالوريوس. ايه المشكله؟ وحضرتك بقى في كليه ايه ان شاء الله؟ قدمت على حقوق. يعني عايزه تنجحي بقى كده وحاجات؟ طبعا. امال انت فاكر ان انا هعمل زي البت قمر واخلي الواد سعيد يغششني؟ يعني كمان هتذاكري؟ الله، امال انا بعمل ايه يا محروس؟ ما انا قاعده بذاكر اهو. انا لازم انجح واجيب مجموع بمجهودي. التعليم ده يا نعيمه للي فاضيه، لا وراها عيال ولا بيت ولا مسؤوليه. انت باين عليك اتجننتي. خلاص خلاص يا محروس، انا قدمت ودفعت المصاريف. جبتي بقى الفلوس دي منين؟ ما هو أنا حوشت من وراك من مصروف البيت. ما هو مفيش أصلاً، هما 25 قرش على نص جنيه من باقي مصاريف البيت والأكل والكلام ده.
انت بقيتي بتعملي حاجات كتير قوي من ورايا يا نعيمه، وانا هقوم انام عشان ما يجيليش غلط. الف سلام عليك يا اخويا. بس يا بنت انت وهي احنا في الجامع. مبروك يا حبيبتي، ربنا يتمم لك بخير. كاتب الكتاب هو الصح. منين يا اختي؟ ما كنت عايزه اكتب ولا نيل، بس ابويا هو اللي صمم. عنده حق. امال يفضل يدخل ويخرج من البيت بحته دبله؟ هو سني عبيط؟ ده راجل ابن راجل. ما عادل برضه راجل، بس دي رجاله. طبعا يا حبيبتي الف مبروك، والنبي فرحت لك قوي. الله يبارك فيك يا خالتي. سلامي. مبروك يا مرات اخويا. يا عبيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم اجعل بينهم مودة ورحمة. آمين. اللهم ارزقهم الذرية الصالحة. آمين. من فضلك عايزين توقيع العروسة. تعالى يا عم الحسن، ده يوم المنى. مبروك يا عريس، مبروك يا عريس، ألف مبروك. عقبال عندكم جميعا، عقبال عندكم. امضي يا بنتي امضي. صحيح. ايه ده؟ ده انا قمر يا اختي. اول مره امضي على ورق يابا اتفرق بيني وبينك. تفرق مين يا عبيطه؟ انت هتروحي مني فين؟ امضي يا بنتي، ربنا يهدي سرك. ربنا يخليك ليا. هات ايدك ابص للنبي. ابدا ابيض. بتاع ده لكمني؟ لكمك ايه؟ احنا لسه ما اكلناش. ناكل ايه؟ نار ضربه في السلم اتنين فشار، واحد بالملح واحد بالكراميلا، خلاص معدتي حطاه. الا الفيلم اللي احنا دخلناه ده. عجبك قوي يا اخويا؟ ده كان فيلم معفن، ما كانش فيه غير سبع اغاني بس. وانا كنت داري بحاجه. انا ما كنتش مركز، بس غير ان انت قاعده جنبي. اه اخويا، ما انت كنت قاعد طول الفيلم قافش في ايدي كانك قافش حرامي. جربت يا شادي، تبعت ايدك بقى. لا يا عم، ولا ايدي ولا بتاع. شكرا. بقول لك احنا لازم نمشي بقى. خايف ابويا يسطع وقت. ابوك ايه؟ ابوك زمانه نام. بس عارفه يا بنت شاديه؟ ايه الرجوله فيكي؟ ان ابوك معشش في دماغك 24 ساعة. وانا ليا غيره يا عادل؟ بطل تبص لي بقى كده يا عادل، بتكسف. يو واحنا مش هنشوف الشقة. شقة ايه؟ الشقة اللي هنتجوز فيها. اه الشقة. اصلك الراجل السلم ما فيهوش سلم، هنروح هناك يعني نتعكف جبس واسمنت وعمال. انت مش مصورها عندك على المحمول؟ بص، هنروح انا وانت وابوك نشوفها بعينينا. ماشي، لتشوف. وبعدين احنا هنسيب ابوك لوحده؟ دول حجرين بيطيروا نفوخ وشغله بيبوظ. لا اخويا، ما احنا مش هنسيبه لوحده، بس لازم برضه يبقى عندنا شقتنا. اقفلها بقى، اولع فيها، اجرها مفروش، بس شقتي تبقى موجوده ومقفوله بالمفتاح. حاضر يا شادي، بس اهم حاجه دلوقتي الشغل. ايه ده؟ هي لكون ناوي تاخد فلوس الشقه تكبر بيها الشغل يا بنت؟ ازاي؟ بقول لك هيحصل. قولي لي بقى، عم السن يحب ايه؟ نجيب له واحنا مروحين. جيب له 2 قنبله. مش تقيله عليه؟ لا ده بيحبها قوي، ده بيصحى في عز نومه عشان ياكلها. ماشي يا شبع. ما شاء الله ما شاء الله. انت بقى ايه اللي مقعدك على مكتبي بقى؟ لا مؤاخذة يا دكتور، معلش. ازاي معيدة زيك تقعد على مكتب استاذ جامعي ودكتور بالسهولة دي؟ شكلك كده طلبتي قهوة كمان. ولا حتى عبرني بكوباية شاي. لا شاي ولا قهوة، احنا هنتغدى مع بعض النهاردة. انت بتقول فيها؟ انا جعانة جدا على فكرة. طب يلا على دي. لا يا سيدي، احنا هنتغدى بر، وانا كمان اللي عازمك. تصدقيني البيت احسن. على فكره انا نسيت اقول لك على حاجه مهمه جدا. النهارده الاعلان بتاع السفريه نزل. سفريه؟ سفريه ايه؟ سفريه ايطاليا. انت نسيت ولا ايه؟ اه ايطاليا.
يا حبيبتي مش احنا اتفقنا وحسبناها مع بعض وقلنا مش هينفع؟ علي التزامات وقصاب لازم اسددها علشان خاطري يا يونس. بقول لك ايه، انسي الموضوع ده خالص. طب وبعدين ايه الحل؟ الحل بقى ان احنا نبيع الشقه القديمه. لا طبعا، انت عارف ان الشقه دي غاليه عليا. وبعدين معقول هتبيع الشقه اللي فيها ذكرياتنا يا نوسي؟ نوسي؟ ما بلاش كلمه نوسي دي. طب ها هنعمل ايه؟ بصراحه مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ بقولك ايه، السفريه دي هنطلعها يعني هنطلعها. سايباني ورايحه على فين؟ على البيت. ويلا قوم نروح يا نوسي. احنا قلنا بلاش نوسي. ايوه ماشي. هتعوز كام واحده؟ 13. طيب هيبقوا جاهزين عندك بكره ان شاء الله. تمام. ممكن دراما اولى؟ طب ايه في الوقت واكلمك بعدين. نعم يا انسة. عايزه ملزمه لو سمحت. ما ببيعش ملازم للاغنياء اللي زيك. ما ترخمش. طيب استنى. عايزه ايه؟ ما تزعلش مني، انا اعصابي بس كانت تعبانه شويه. انت لسه صغيره، قالك اعصابي امتى عشان تتعب ان شاء الله. تريق ماشي. ما بتريقش عليكي على فكره، أنا بتكلم بجد. أنت كل أحلامك متحققة. بتفكري فيها وما بتفكريش فيها متحققة. أعصابك تتعب ليه بقى إن شاء الله؟ معقولة يا وليد إن أنت بتفكر بالطريقة دي؟ مش أنا لوحدي اللي بفكر كده. المجتمع كله بيفكر كده. كنت فاكرة إن طالب الجامعة ده مختلف ودماغ مختلفة. وإن الغني زي الفقير. وإن الفرق في الثقافة والمشاعر. عارف؟ لما كنت بسافر مع بابا اوروبا كان في جناني شغال في البيت اللي احنا كنا مأجرينه. شفناه مره خارج مع اولاده في مطعم، كان لابس احسن لبس، احسن من بابا حتى. اولاد متشاكين اخر شياك. تفتكر ده بقى غني ولا فقير؟ لما انت بقى بالاحساس والفكر ده كله ضايقتي ليه لما عرفت ان انا بشتغل وبصرف على نفسي وبساعد نفسي؟ الظاهر انها تعديت من سلوك المجتمع. حاجه تلخبط الصراحه. طيب ممكن اعرف ايه اللي ملخبطك؟ حاجات كتير. انا حاجه منهم؟ انت اولهم. قوم بقى شوف الرساله بتاع الدكتور اللي عايز يستلمها. قوم شغلني شويه. حاضر. اسمع. ايوه. اعمل حسابك كان هيوصل بالليل مشوار لصباح. ليه خير؟ في حاجه؟ انا اخت مختار قمر. لمين؟ ليا. عندك مانع؟ ما تخلص الرساله بقى يا عم محروس بقى. معلش اصل المفاجاه كانت يعني. طب ماشي اتفاجئنا يا عم. نورني يا رجاله. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا الصباح. ملوش لزوم الشاي، راجعين في كلمتين على السريع كده وهننزل. طب قوم يا بودي. مش قايل. خش عند خالتك جوه. مش داخل. طب انزل العب في الشارع تحت. وربنا انا مولع لك في الشقه. ايه يا باشا شوفوني. بسم الله ما شاء الله، ربنا يخلي يا ست صباح. الله يخليك. بص يا ست صباح، انا هجيب معاكي من الاخر بقى. زي ما انت عارفه انا الست بتاعتي ما بتخلفش، نصيبنا كده. اه ما انا عارفه اخويا، كله بامر الله. واحنا الناس بنصون العشره، مالناش في الطلاق. عداك العيب. انا كنت واخد عهد على نفسي اللي انا ما اتجوزتش ولا افكر في الجواز ده خالص غير لما مراتي توافق. اهو كده صح؟ وهي وافقت واختارت لي العروسه كمان. تمام. العروسه دي عندك. عندنا؟ اختك قمر. قمر؟ اه قمر. بتقول حاجه كبيره، اسد معايا في الكلام. اصل يعني الواحد هيقول ايه؟ انت قلت كل حاجه وفاضل بقى ست صباح ترد عليك. يا سي محروس، بس اصل المفاجاه لخبطتني. هي اتلخبط بعدين. ما تاخذنيش يعني يا سي مخلص، البت كبرت خلاص وانا ماليش عليها حكم غير في الصح، ودي جوازه على جوازه. فلازم اخد رايها. طبعا طبعا لازم تاخد رايها. ده قمر دي ست الصبايا. طب
احنا هنستنى عليك يومين ثلاثه وترد عليك. يومين ثلاثه يا عم الحاج؟ طب خمسه انت كده كبير. بقول لك يا استاذ صباح، الباب اهو خطوتين كده، اساليها وخد رايها ان شاء الله خير. انا عن نفسي ما عنديش مانع، انت ما تتعيبش، انت ابن اصول واحنا كلنا عارفينك هنا ابا عن جد ما شاء الله عليك. الله يكرم اصلك يا استاذ صباح. خلاص ما فيش مانع، نستنى رايها بكره الصبح. طب احنا هنستنى هنا لبكره الصبح ولا هنمشي؟ لا نمشي على الخلص. لا نجيب عشاء. طيب لا خليها بكره بقى، بالمره نشرب الشربات. بالاذن استاذ صباح. بالاذن، شرفت وانست. اتفضل يا كبير. خطوه عزيزه. يعز مقدارك. واقفه بتلمع اوكر. ويا ريتني سمعت حاجه، كان عايز الجدع ده جاي يطلب ايدك. يا نهار على الفرحه، تاني عريس يعني خربت الدنيا بجمالي. بس مخلص ده متجوز. اه بس مراته ما بتخلفش. اه يعني عايز يتجوز ارنبه بقى تولد له. لا وخدي دي عندك، مراته اللي اختارتك. شوف الوليه، قال يعني بقى مختار له الوحشه عشان يلف ويرجع لها في اي وقت. بصي انا هقول له قمر صغيره مش موافقه على الجواز. صغيره ده ايه؟ وحياه امها على فلفلها كده وشطشطها. انا موافقه اتجوز مخلص. ايه ده؟ يعني انت موافقه؟ طبعا موافقه، ده سيد الرجال وبعدين هينفعنا في الشغل. اه ده انت عايزه تتجوزيه بقى عشان تكيدي مراته. ادينا بنجربه، وبعدين مز ومقرش. يعني اقول له ايه؟ تقولي له موافقه. قولي له يتقدم رسمي ويجيب شبكه ونعمل فرح ونعيش بقى يا ام بودي ونفرح بلاش نكد. ماشي اللي تشوفيه. عروسه عروسه. قال هي اللي اختارت له قمر. طب والمصحف اللي خليها تندم. لا اوعى تغلط في ابويا لاحسن، ودين النبي اطلع عفاريتي عليك. بقول لك ايه يا ابراهيم، انا ماسكه عليك نفسي بالعافيه. منيره ما تعكريش مزاجي على الصبح، لاحسن ودين النبي اتفشلك من البيت ده ومحد هيعرف لي طريق جره. انا قلت لك اهو. ما انا عارفه يا اخويا ان انت ما كانش ليك في الجواز، بس اعمل ايه؟ اسمته ونصيبي اهو. هنبتدي اهو، شغلي الاسطوانه يا منيره. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا رب. يا ابراهيم اكسب ابويا يا ابراهيم. يعني هي المساله اللي انا اطلب منه؟ ماشي يا ستي، هيديني بقى كام بالصلاه على النبي؟ انا عارفه ده ما هيصدق ان انا وقعت تحت ضرسه. ابويا طيب وبيحبك. ولو رفض؟ لا دي بقى اضمنها لك، مش هيرفض. هو يمكن يعني في الاول يضايقك شويه بس استحاله يرفض. شفتي اديكي متاكده بقى اهو ان هو هيضايقك. بس جرب، ولو رفض ساعتها بقى يبقى ليا عين اطلب منه فلوس. ماشي. صباح الخير يا معلم. اهلا يا سي ابراهيم، تعالى. في ما لازم احصى تانيه تجاره؟ دكتور مين؟ دكتور اسلام. موجوده. عايزه كام نسخه؟ عايزه خمس نسخ. هتغلي فيهم؟ اه اوكي. حساب 100 جنيه. يا عيد. اه معلم. تانيه تجاره وغلي فيهم لها والنبي، شوف عايز ايه. اتفضلوا. خير يا ابراهيم؟ مش عوايدك يعني تجيلي المكتب؟ ايه يا حماقي؟ قلت اجي اقعد معاك شويه، ده لو ما عندكش مانع يعني. لا مانع ايه؟ تشرف يا اخويا. اه انا ياما قلت لك يا ابراهيم تيجي تقعد لك ساعتين ثلاثه كل يوم، شغلانه سهله يعني مش محتاجه فكاكه. إيه بقول لك بقى يا معلم، انا ما عنديش مانع ان انا اشتغل معاك هنا في المكتبه من النهارده لو حبيت. اه ده يوم المنى. على الاقل حتى لو سرقتني الاسم هتسرق وتودي لبنتي وعيالها. الله 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 الله، ايه الكلام ده يا معلم؟ انا برضه هسرقك. انا متاكد يعني ان انت مش هتعمل كده. ما تاخدش بالك يعني انا بهزر معاك. طيب ماشي يا حماية، احنا بالصلاة على النبي كده هنقبض كام في الشهر؟ اه جينا بقى لوجع القلب. اه شوف يا ابراهيم، انا علشان خاطر منيرة هديك في الشهر يا عم 1000 جنيه. ايه؟ 1000 بقى؟ 1000 واحد بس؟ ليه؟ ده انا اسمع يعني الموظفين في المكتبات دي ما شاء الله ماهيتهم فوق اكتر من كده بكتير يعني. عايز كام يا ابراهيم؟ والله عشان خاطرك بس يا حماية يعني 3000 جنيه. اه طب ايه رايك يا هيما تيجي انت تاخد المكتبه ديت وتديني في الشهر 2000؟ احنا هنتريق بقى. اه هتريق يا ابراهيم، ولما مشيتش من خليه السعاده انا هطربق خليتك. ايه ايه حماية بالراحه بالراحه، انا بهزر معاك. خلاص يا حماية انا موافق. موافق على ايه؟
انا 1500 في الشهر. وعلى 1000 جنيه بس. ماشي يا حمايه 1000 جنيه. والمشاريف في الشغل على حسابك. انا الحمد لله ما بشربش حاجه وانا بشتغل. احسن برضو، بس اياك تشتغل. اتكل على الله بقى وبكره تيجي تستلم الشغل. ماشي يا حمايه تشكر. بس بقول ايه يعني ممكن كده شهريه مقدم يعني على سبيل السلف. حاضر يا برنامج. حضر لك الخير يا غالي. امسك. تسلم يا حمايه، وباذن الله ان شاء الله بكره كده هتلاقيني من 12 الظهر عندك. 12؟ باين عليا جبت لنفسي وجع الدماغ ولا ايه؟ يلا كله عشان خاطر البت. موقف الا سيبهولك يا عم زينو. يعني قول اجره استرزق منه. يعني عشان الكلام يبقى فيه كده مفهوميه وبالمعقول. وانت محتاجه يا صباح؟ ده اكل عيش. انت ضارب حاجه على الصبح ولا ايه؟ يعني انا مش هولى من الواد اللي انت مأجره له ده؟ انا ابن منطقتك، هو مش ابن منطقتك. بيدفع 100 جنيه مش واقف محبه يعني ولا زكاة؟ يعني مش مصدق اروح اساله. 100 جنيه؟ اه 100 جنيه؟ انا ممكن ادفع 50 يا صباح. انت بتفصلني ليه؟ انت جوز امي ولا ايه؟ مش بقول لك انت ضارب حاجه على الصبح. انا برضو تقول له جوز امك؟ الله يرحمك يا ابو صباح. انت عارف انا ابوكي في المكان ده؟ والله العظيم كان قال لي خد الموقف ده ببلاش يا زينهم. خده عم زينهم. يا نعم. انت شكلك رايق وانا ورايا هم متلتل. لو بتفكر في الموضوع بجد ابعت لي الواد علي وانا اتفاهم معاه، وهو بالمره يقبض الجمعيه عشان الشهر ده بتاعه. ما انا كنت جاي دي بعديه. سيبك من الموقف بقى دلوقتي، هات القبضية بتاع الجمعية ده لعلي. هو انت راشق في اي حاجة؟ انت خنقتني يا راجل. موقف جمعية؟ اجر لك الواد بود يا ابني بالحق. ايه ده؟ انت بتهنيني؟ تتريق عليا؟ شكل الطبع. انا جاي اتبهدل هنا ولا ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. ماشي. ازيك يا عم مخلص؟ انا بدور عليك. ايه يا عم زينهم، تايه ولقيتني ولا ايه؟ لا دفيت هنا وهنا وهنا ما لقيتكش. خير؟ انت عارف ام الكتحه؟ اه. يعني السكر زاد عليها قوي ولازم اقطع صباع رجلها. يا ساتر يا رب. انا بلم بقى عشان نعمل لها العمليه باذن الله ونكسب ثواب كلنا. اه طبعا. هي مش ام الكتحه دي انت لم لها من شهرين عشان تعمل لها عمليه اللوز؟ احنا فين ودي فين؟ لوز هنا. هي قطع صباع رجلها. المطلوب ايه يعني؟ يعني ربنا يكرمك بقى، ده ثواب تخش بيه الجنه. اه والله. اصبر يا عم زينو. حاضر. اصبر. اتفضل. ايه ده؟ ايه؟ عايز تخش الجنه ب 20 جنيه؟ ما تخسرهمش بس انت على القهوه. قريني. طب خلص وعدي عليا على القهوه. ان شاء الله. سلام يا عم زينو. ازيك يا صباح؟ اهلا اهلا الريس مخلص، اتفضل. شاي يا صبريه؟ لا 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 ملوش لزوم. أنا جاي في كلمة على السريع كده، كنت عايز أعرف ردك إيه في الموضوع اللي كلمتك فيه. أمين، خلاص مستنيين عشان بس نخلص. طب أستأذن أنا عشان عندي شغل. طب ما نشرب حاجة. في البيت بقى إن شاء الله. السلام عليكم. الله يبارك فيك. سلام ورحمة الله وبركاته. إيه الصباح اللي كلها اشتغالات دي؟ السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. يا حاجة يا عدو؟ إزيك يا حاج؟ إزيك يا أخويا؟ أقعد استريح. ايه يا حاج كل ده ما شاء الله؟ ايه كل الحديد ده؟ بالصلاه على رسول الله، كله من فضلك انت عدول. الحمد لله ربنا كرمنا بعماره من بابها وهتفتح وتزهزه. اللهم صل على النبي. والله طمنتني يا حاج. عيب عليك، عيب عليك. خد نايبك صبر برضه تقول لي لاخوك الكبير طمنتني. المهم فوتني بقى في الكلام، انا كنت عايزك في ايه؟ اخر يا حاج كنت عايز ايه؟ البت نوسة بنتي جالها عريس. نوسة؟ دي لسه صغيره يا حاج. جواز البنات سطرة يا عبيط، مش هتحس بالكلام دوت الا لما ربنا يرزقك ببنات. ماشي يا حاج، الف مبروك. الله يبارك فيه. بس الواد العريس بقى واهله متشعبطين فيك يا سيدي، نفسهم تحضر القعده. عيني يا حاج، دي بنت. ده العشم برضه عدول. طيب قوم انت بقى شوف شغلك، مفيش داعي اعطلك، ولما يقولوا لي على الميعاد هبقول لك عليه. ماشي يا حاج. يلا السلام عليكم. مع الف سلامه. اي خدمة تاني يا حاج سعد؟ الله يسترك يا ابني. عايزك تروح بقى تشكر لي الوسطى وتسلم لي عليه وتقول له الحاج سعد بيقول لك يومين اتنين والبضاعة ترجع لك مش ناقصة كردلة. بس كده؟ عناية. سلام. طريق السلام. انا جيت حسب الميعاد الصباح، عايز اعرف الرد.
يبقى الاصول بقى انا دي لك العروسه تحضر الكلام. اه طبعا. امال الواد بودي فين؟ في الشارع في المدعوق البلاي ستيشن. اه ربنا يخليهولك. هنادي لك العروسه. اتفضلي. يا بنت بتعملي ايه ده كله؟ الراجل بقاله ساعه قاعد بره. بحط شويه احمر. شويه احمر واللي في وشك ده كله مش احمر؟ يلا حلو كده كفايه. جاب ايه وهو جاي؟ جاب ايه يعني ايه؟ ما جابش حاجه، ايد ورا وايد قدام. من اولها كده هيعمل روحه من ليبيا. واحنا لسه اتفقنا؟ ما قلتلي بلاش الجوازه دي. صممتي؟ طب سيبيني انا بقى الطلعه دي، انا اللي هتفق. تعالي يا اختي اتفقي. حلوه يلا يا اختي. حلوه حلوه. لا ما شاء الله. اسمع المسمى بصحيح. ازيك يا رئيس مخلص؟ ازيك يا مزمز الامر؟ اتفضل. هعمل لكم شاي. عامله ايه في الجامعه؟ الحمد لله كويسه، بس شلت ماده الترم ده. يا شيخ انا كنت فاكرك شاطر. لا ما انا شاطره بس شلتها ظلم. اه ما سعيد قال لي معلش تتعوض في الترم التاني. ولا ما تتعوضش، ادينا بنتسلى. كانت الست صباح قالت لي يعني الكلام معاكي. طلباتك يا عروسه؟ لا طلبات ايه، انا ماليش طلبات. يعني زي اي بنت بتتجوز، نفسي فستان فرح ابيض وشقه محندقه وعريس ابن حلال. وانت من بيت طيب يا رئيس مخلص. الله يكرم اصلا. طبعا طلباتك من عندي قبل عندي، بس يعني بتكلم بالنسبه لفستان الفرح الابيض ده ملوش لازمه. انا كان غرضي يعني نعمل حاجه على الضيق كده. لا 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 ضيق ايه، دي بنت بنود، دي اول فرحتي وفرحه قلبي، ما ينفعش ضيق ابدا. شاي. تسلم ايدك. خلاص نعمل فرح. احنا نعمل فرح في نادي المعلمين اللي في الزمالك قصاد الاوبرا على طول، مكان فخم وحلو يعني. ولا نعمله في النيل، مركب كبير من اللي بيدور بموتور، لمط حمراء وخضراء، بيبقى حاجه جميله قوي فخمه. لا انا عايزه فرح هنا في الحته. في الحته؟ مش انا بقول يعني نعمل فرح في النادي في مركب، فرح كبير يعني مكلف. ما انا عايزاه فرح كبير بس في الحته. ولا انت مش عايز تضايق مراتك؟ قمر، الست سمر ست كمل، واحنا ما يرضناش خراب البيوت. لا خراب بيوت ايه؟ لا مؤاخذه مش خراب بيوت ولا حاجه، ده سمر هي اللي مختاراها. ده مش هقرا عليكي بالصابع كده وقالت قمر لبلاش. اصيله والله. طب افهميني انت يا ست صباح. عيني. انت عارف الفرح في الشارع يعني مشاكل، هيلم واغش وصيع، يشربوا ازازتين بيره يعملوا لنا خناقه في الفرح، يبقى احنا عملنا ايه؟ اه معاك حق. تصدق يحضروا الفرح من دول يسكروا ويدهملوا الدنيا هو ده اللي انا بقوله. بس اقول لك، انا هقول لك برضو، انت الناس تحبك وبيحترموك، ومحدش ابدا يستجرى ان هو يبوظ لك فرحك. ولا ايه؟ اشرب الشاي. خلاص ماشي، نعمل فرح كبير في الحارة ونجيب نمرة كمان. يجي طلبات تانية الصباح؟ هو العرف يا اخويا بيقول ان احنا هنجيب اوضة نوم ومطبخ. لا خلي عنك انت الصباح، قمر هتبقى مراتي وان شاء الله يعني هتبقى ام عيالي، ما يصحش ان انا اكرمكم حاجة. وبعدين انا الحمد لله راجل مقتدر، الكلام ده لما يكون شاب صغير، انا خلاص بقيت راجل كبير. لا كبير ده ايه، ده انت عم الشباب. وبدر منور. قمر وبدر خير ان شاء الله. ان شاء الله تسلم، انت ابن قصوش. شكرا الصباح. اشرب الشاي. نقرا الفاتحه بقى.
يا رفاق. ألف مبروك يا أمر. ألف مبروك يا ريس مخلص. الله يبارك فيك. طب استأذن أنا عشان زهرات وبرحيبك. الله يبارك فيك. بعد إذنك. مبروك يا أمر. شرفت وأنست. ألف مبروك. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. تنفيذ جبر وتشريع ضريبي. تنفيذ جبر. خد يا نسمة. ثانية واحدة. تنفيذ جبر وتشريع ضريبي. ثانية. العيال مدهملين الدنيا كأنهم بينتقموا منينا. مين؟ أستاذة هالة بذات نفسها؟ أنا موافقة أدي دروس عندك في السنتر.